احنا بس عشان عندنا حاجات كتير جدا ومعانا لسه اسئله كتير للكابتن كريم، ومعانا شويه تقارير تقريبا 6 مباريات، مباراه سبورتنج 2014 به مع فاركو بيه واللي انتهت 3-3، مباراه قيمه جدا ومباراه قويه وفيها 6 اهداف. فتخيلوا بقى احنا عندنا كم مباراه، وعندنا سبورتنج 2014 الف مع ابيس 8 وانتهت ايضا 3-3، وعندنا سموحه 2012 وسبورتنج وسموحه كسب سبورتنج 2-0 ورد له الهزيمه بتاعه الدور الاول. كان سموحه اتغلب من سبورتنج 2، المره دي سموحه كسب سبورتنج 2 وكان ماتش قوي جدا لصالح سموحه. ومعانا سموحه 2013 والحرس وانتهت 2-1 لصالح سموحه. سموحه 2013 يا جماعه شابوه للمدير الفني وشابوه للعيبه، هم خدوا الدوري الدور الاول، خدوا المهرجان، مش عايز اقول الدوري عشان الحاج عامر ما يزعلش، خدوا المهرجان في البوله الاولى وماشيين بخطه ثابته. كسبوا ماتش امبارح، بس التقرير بتاع امبارح هيتذاع بعدين، وكسبوا الحرس 2-1، فرقه كويسه جدا ومعاهم مدير فني محترم. ومعانا سموحه 2014 الف وسبورتنج 2014 الف وانتهت المباراه بنتيجه 3-2 لسبورتنج، كان متقدم سموحه 2-0 وسبورتنج احرز 3 اهداف وانتهت المباراه لصالح سبورتنج 3-2. ومعانا اخر مباراه سموحه 2014 ب والاتحاد ب، ومباراه قويه جدا انتهت لصالح الاتحاد 3-2. فكل ده هنشوفه، احنا دلوقتي هنطلع تقرير نتفرج على اول مباراه، هنشوف ال6 اهداف بتوع سبورتنج 2014 ب وفاركو ب، وهنشوف لقاءات اللاعبين ما بعد المباراه والاجهزه الفنيه، ونرجع نكمل حوارنا وناخد راي الكابتن كريم في المباراه. انتظرونا. وبلعب في نادي سبورتنج 2014، ولعبنا فاركو النهارده وتعادلنا 3-3، وكانوا فريق كويسين وكانوا صعبين جدا، بس الحمد لله قدرنا نتعادل معاهم. ونشكر برنامج بدايه نجم، ونشكر البرنامج ده عشان بيهتم باللعيبه اللي في سننا ده. انا اللاعب عمر احمد راشد، بلعب في نادي سبورتنج 2014، والماتش النهارده ما كانش صعب خالص، الحمد لله كان سهل، الحمد لله ان احنا طلعنا بنتيجه كويسه، وان شاء الله نفكر في اللي جاي. ونشكر برنامج بدايه نجم، والقادم يبقى احسن ان شاء الله. انا مصطفى عباسي، بلعب في نادي سبورتنج 2014، النهارده لعبنا فاركو، كان فريق صعب بس الحمد لله عملنا اداء كويس والنتيجة كويسة وتعادلنا 3-3، وبشكر بداية نينج عشان بيهتموا باللعيبة اللي في سننا. أنا اللاعب يوسف وردة، مواليد 2014، والنهاردة لعبنا فاركو، كان ماتش صعب بس احنا الحمد لله تعادلنا بسهولة 3-3، وبشكر برنامج بداية نينج عشان بيهتموا باللعيبة اللي في سننا.
السلام عليكم، كابتن احمد سمير مدرب نادي سبورتنج مواليد 2014. طبعا النهارده كان ماتش مع فرقه محترمه جدا، فرقه فاركو، جهاز محترم على اعلى مستوى. الحمد لله الماتش النهارده كان بصراحه رايح جاي لحد 3-3 في اخر المباراه. فطبعا احنا بنشكر اللعيبه بتاعتنا، بنشكر الجهاز الفني، الشكر طبعا لدكتور حازم ابو يوسف رئيس القطاع، كل الدعم منه بصراحه. طبعا كابتن باسم عظيمه، دكتور احمد راشد، بصراحه الناس دي كلها في ظهرنا وبتساندنا. فان شاء الله احنا الماتش بتاع النهارده عدى، فنبدا نفكر في اللي جاي. عندنا طبعا ماتشات صعبه مع الاتحاد، مع سموحه، وربنا يكرمنا وان شاء الله نعمل اداء مميز ونعمل نتيجه كويسه. وطبعا بحب طبعا اشكر برنامج بدايه نجم يعني التاريخ كابتن وائل عزت، اخونا الكبير طبعا، وبدايه موفقه ليه ان شاء الله. ويعني شكرا على الاهتمام الكبير اللي من قطاع الناشئين لقطاع البراعم، بصراحه عامل حاجات على اعلى مستوى. ان شاء الله باذن الله القادم ليك، وكل الشكر والنجاح لمنظومه سبورتنج بقياده كابتن محمود مدني طبعا اخويا الكبير، والمدير الفني للفريق 2014، وكابتن اسلام طبعا، مش عايز انسى حد والله، كلهم كباتن على اعلى مستوى وكلنا بنستفاد من بعض، وان شاء الله القادم افضل باذن الله. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كابتن محمود مدني مدرب فريق 2014. طبعا انا في الاول حابب اشكر الاستاذ وائل عزت طبعا على انه بيراعي البراعم، ودايما دايما في دار البراعم، دايما اي ماتشات، اي اهداف، اي حاجه بجد، يعني وائل عزت دايما هو رقم واحد. يعني دي اول حاجه. تاني حاجه طبعا انا بشكر النهارده الولاد كلهم على المباراه دي جدا جدا، روح جد. يعني النتيجه دي احنا مش بنبص عليها جدا في البراعم، على قد ما بنبص ان الولاد ازاي اتطوروا في كمهاريا وخططيا والكلام ده كله، والنتيجه هي بتيجي طبعا بتنعكس بقى بعد كده، لان احنا بنشتغل مرحله البراعم ما بنحبش ان احنا نضغط الولاد. فطبعا انا بشكر الفرقتين، روح واداء وقوه طبعا، ده لازم يبقى موجود، ولازم نركز على البراعم لان هم دول النتاج للفريق الاول والمنتخب والكلام ده كله. وبشكر طبعا منظومه نادي سبورتنج طبعا على كل حاجه بيعملوها مع الفرقه ومعانا، وبشكر طبعا كل زمايلي المدربين في 2014 وفي كل المراحل، وربنا يوفق الجميع ان شاء الله لكل خير باذن الله. اعزائي المشاهدين، اهلا ومرحبا بكم، وعدنا اليكم من جديد مع النجم الكبير والكابتن والمدرب القدير الكابتن كريم مارادونا، بعد التقرير الجميل اللي شفناه لمباراه قويه ما بين سبورتنج 2014 ب وفاركو ب. عايز اشوف راي الكابتن كريم في اداء اللاعبين واللي حصل في المباراه، هيكلمنا الكابتن وهنستفاد منه. اتفضل يا كابتن. طبعا المباراه كانت مباراه كويسه يعني بالنسبه للفرقتين 2014، بس كان في مشكله، في شويه كسور كده عند نادي سبورتنج في الديفنس وفي حراسه المرمى. طبعا الاهداف كانت جايه من خلال خطا من حارس المرمى وخطا من ديفنس. خطا من ديفنس هنا في التشريح بتاعه، وهو بياخد يستلم الكوره عطى وشه للجون ورايح يستلم، راح مع الجون، فالكره اتلخبطوا بين بعض، فالكره بيستلم لسه بيلم الكره فدخلت جون، فده كان خطا كبير جدا. وانا عارف طبعا كابتن اسلام سافيولا ماسك الفرقه 2014 فيقدر يتراكم بشكل كويس، لان اللعيبه دي 2014 بي سبورتنج مرحله تحضيريه للالف، وبيسترق منهم عناصر. انا عارف طبعا الطريقه اللي بيلعب بيها اسلام ممتازه. يعني بالنسبه للجونين اللي داخلين بقى، يعني ده سلبي من سلبيات المباراه، ان انا شفت ان الجوان اللي دخلت في سبورتنج كانت سهله جدا، كانت يعني كور ضعيفه، اخطاء دفاعيه واخطاء حراسه مرمى، فدي نقدر نتجاوزها في الفتره اللي جايه لو سبورتنج عرف يقدر يوزع ده او يعمل كفر او على الولد ده، لان الولد ده طبعا بعد الجون اللي بيجيبه في نفسه اعصابه بتبقى طبعا صعب جدا عليه، نفسيته بتبقى تعب، طفل صغير لسه. يعني انا في الدرج ده نشوف بقى الجوان اللي دخلت في سبورتنج. انا عجبني قوي الجون الاول والثاني اللي دخلت في سبورتنج، ولا لسبورتنج اللي دخلت لسبورتنج. جون الجونين كوبي بيست. لو شفت ده مثلا الجون الاولاني ملعوب كورنر، الكره اتلعبت في كون، الكره اتلعبت طلع الولد ركبها بالهيد. هنا بقى النقطه، الولد اللي بيطلع ياخد الكره بالهيدر فكرنا كتير قوي في التدريب ان ممنوع الولد يجيب جون بالهيد، في ان جات لنا منشور قبل كده ان المفروض الولد ما يجيبش الجون بالهيد، تلعبش بالهيد كتير لان ده خطر عليهم في السن ده. بس خلينا نقول ان في حالات مباراه بيتحط فيها اللاعب لازم يحط هيدر، زي الكره زي اللي اتلعبت دي كورنر اتلعب
تعلق في الكوره ده جوه ال 18، الولد طلع حط الكوره جون بشكل رائع. عجبني جدا ارتقاء الولد بتاعه، كان جسمه مش كبير مش طويل يعني، واقف راكب الدنيا، هو طلع ارتقاء. كان في اربع لعيبه موجودين او ثلاث لعيبه موجودين في ال 18 من فاركو، طلع حط الكوره بشكل كويس جميله جدا. في السن ده يبان لك ان ده من احسن الاهداف اللي سجلها. ليه؟ لان الولاد في السن ده اصلا لما الكوره بتبقى فيه كوره فيه ارتقاء كله بيخاف. بالظبط، كله بيخاف. انا بكلمك بصراحه لان انا بدرب ده كتير، وده بيتعبني قوي، من اكتر الحاجات اللي بتتعبني في التدريب. دي حقيقة الارتقاء كتب. دي حقيقه مهمه جدا، ان انا النهارده الاقي ولد زي ده طلع ركب وسط اربع لعيبه او طلع لعيبه وجسمه مش طويل وطلع حط الكره في الجول، دي حاجه كويسه جدا. في جون برضو الكره كان فيها الفولو، الجول الثالث الكره اتلعبت بالعرض، في دربكه جوه ال 18 نزلت اللعيب، اللعيب بشماله حطها في المرمى. هنا اللعيب ده واخد قرار، اللعيب ده بيتمرن صح، اللعيب ده بيتاسس. يعني ايه؟ يعني هو واخد قرار ورجله على المرمى. في ولاد تانية لما بتتحط كره تحت رجلهم بيبقى محتار، هل يمشي بالكوره، هل يزيد، طب يطلع باص، طب يشوطه خلاص يشوطها تطلع بره. ان هو يشوطها بالشكل ده في المقص بس او يحطها في الجون، ده شكل كويس. هنا اللعيبه واخدين شكل انطباع، التهديف التهديف بتاعهم كويس. خلينا نقول ان احنا شفنا دايما ان مجموعه السبورتنج السنه دي مختلفه، يعني مجموعه لاعبين سبورتنج، انا بتكلم حضرتك لان انا ابن نادي سبورتنج، مجموعه لاعبين سبورتنج السنه دي بقطاع البراعم عامل طفره قويه جدا. انا بتكلم حضرتك بكل صراحه، ان انا ببرم برايفت لمعظم اللاعبين الموجودين في اسكندريه. لما بيجي لي النهارده لاعب بيقول لي كابتن احنا عندنا مباراه مع سبورتنج، بيبقى الشغل معمول عليه قوي، لان سبورتنج فرقه فعلا قويه جدا. فنقول المرحله اللي موجود فيها البراعم السنه دي، حضرتك بتصور ماتشات كتير جدا وانا طبع حضرتك، فعلا فعلا بقى في كوره في اسكندريه بشكل كويس، في مدربين في اسكندريه كويسين. دي حقيقه كابتن، انا وانا بصور ببقى مستمتع، بستمتع مش عشان بتفرج على كوره حلوه، لا بستمتع عشان اطفال. احنا كنا في سنهم ما كناش كده خالص بامان، لكن الولاد بيلعبوا كوره انا بتعجب، بقول سبحان الله ايه الجمال ده. يعني بستمتع وانا بتفرج، سواء ماتشات الاتحاد لان فيها براعم على مستوى عالي جدا، او في سبورتنج او في سموحه. بصراحه يعني الواحد بيتمتع من الولاد دول. ممكن ما تتفرجش على ماتش كبير في الدوري الممتاز وتتفرج على البراعم، طفل صغير بيلعب كده، حاجه جميله جدا يا كابتن. ده في حاجه يعني كويسه جدا، خلي بالك حضرتك انا متابع جدا كويس قوي الـ 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 البرنامج بتاعك، ومتابع قد ايه الفوكس رايح على كوف سبورتنج الولد اللي لعبها. يا خبر ابيض، ده جون انا كتبت كده في البوست، هدف يدرس في علم كرة القدم. البوست اللي انا نزلته حقق 90,000 مشاهدة، ما حصلتش في تاريخ حياتي وانا راجل بصور وبنزل فيديوهات بقالي سنين، عمري ما شفت فيديو حقق 90,000 مشاهدة في يومين ثلاثة، بسبب ان الجون فعلا جميل. رغم ان سبورتنج كان خلي بالك ماتش قوي جدا. تقريبا كانوا بيلعبوا الاسمده ومغلوب من الاسمده 4. الاسمده فيهم ولد، انا خلي بالك انا فاكر قوي فيهم ولد كان رابط شعره. ايوه ممتاز، هعمل له حلقه كلمت عنه الولد ده. ممتاز، بص حضرتك رقم 10 ولد خطير جدا. مش محضرين الكلام ده؟ لا مش محضرين. نقول ان يستحق يا كابتن، انا كلمت ده وانا حييت فيها كابتن رضا البلتاجي برضه، اتكلمت ان وشكرت مجلس اداره الاسمده ان هم شغالين على الولاد دول. الولد صغير لكن لعيب فعلا يستحق انه يتعمل عليه سبوت، وانا قلت هستضيفه هو والمدير الفني بتاع الفرقه الاسمده، لان هم فعلا 2012 فرقه محترمه جدا. وكمان ايه تحركات اللاعبين جوه الملعب، شوف النديه، طفل ما عندوش الحته بتاعت التراخي ان انا خلاص خسران سبورتنج خسران بقى. لا مفيش، عندهم كانوا بيلعبوا الكور الطويله، هو عندهم مميزين في الكور الطويله، سبورتنج بيلعب الطويل على الجول لان الجول كان بيبقى عريض فيقدر يسبب جول واسع يقدر يكسب كتير. سبورتنج سماد بينقلوا كره حلوه، فانت حضرتك شايف نموذجين من شكل خططي، الكور الطويله والشورت باس، فانت بتتفرج على ماتش لبرشلونه وريال مدريد. بالظبط، حاجه جميله مستمتع جدا. وانت يعني انا حتى رجالتي اللي بيصوروا المباراه بيجوا مستمتعين، دي لوحدها انت مش رايح تصور ماتش وخلاص، لا انت رايح تستمتع. وخليني اخد من كلام حضرتك حاجه مهمه جدا، لسه يعني حضرتك بتقدم النتائج. سموحه 2013 بالفعل، انا اتكلمت في الموضوع ده يا كابتن، من احسن العناصر الفرديه اللي مقدرك اسمعك الكلمه دي جدا، من احسن العناصر الفرديه
سواء ال 20 لعيب على فكره، مش السبعه اللي بيلعبوا، 15 16 لعيب اللي موجودين في التيم من احسن عناصر اسكندريه فرديا. اي مدير فني بجد زي المدير الفني اللي ماسك برنامج 2013 انا شخصيا، بس هو مدرب فعلا عارف مصطفى عارف يطوق ده، يعني عارف يخلي اللعيبه شكلها حلو. هم واخدين بطوله يعني، واخدين المهرجان، هم واخدين اول المهرجان اصلا. فالنهارده ان هم يوصلوا امبارح كان عندهم مباراه مع السادات ابو قير وكسبوا، كسبوا 2 تقريبا 2-0 2 1 2 1 تقريبا 2-1. انا متابعهم جدا لان انا معظم العناصر البرايم بمران كتير، فدايما بتابع ولادي من خلال حضرتك على فكره. يعني حضرتك بتبقى محل اداء ليا بطريقه غير مباشره، بقعد اشوف الاهداف واشوف ده غلط فين وعالج له التمرينه الجايه ايه، كان مهم جدا. عشان كده ببقى دايما حريص ان انا اتفرج على ماتشاتك واتابع الحاجات الصغيره اللي حضرتك دايما. بص بقى الساده المشاهدين مهمه جدا عشان يعرفوها، لما حضرتك بتبطئ حاله المفروض الناس تعرف ان ده في بص هنا مش شرط جول، انا شفتها كام حاجه كده حضرتك بتروح عليها بتزوم، هي دي فين تتلعب كوبري مش عارف ايه الحاجات الصغيره الجميله دي بتعلي، يعني عشان كده دايما متابعها. كابتن كريم عشان خاطر نخش في الاسئله، انت شفت مباراه سبورتنج 2014 وفاركو، انا شايف ان الثلاث اهداف سبورتنج الثلاثه زي جمال جدا جدا، يعني بصرف النظر عن ان هم تعادلوا 3-3 لكن اهداف سبورتنج الثلاثه ملعوبين، اما اهداف فاركو ففيهم هدف وفيهم اثنين اخطاء من حراسه المرمى ومن المدافع. شايف اجمل هدف من الست اهداف اللي موجودين انهي واحد؟ انا شايف الهدف الهيدر اللي هو الهدف التالي اللي هو بالشمال. لا الهيدر اللي اتلعب بالولد طلع على كام هيدر الاولاني ولا التاني؟ التاني. فعلا جميل. هدف جميل جدا فعلا، الكره اتلعب كورنر طلع حط جميل جدا، وهدف كوبي بيست يعني معظمها ما عدا الهدف الاخير اللي هو الولد دخل حطها، دي حاجه جميله ان هو ياخد قرار، طفل بياخد قرار على المرمى دي حاجه مهمه. هو الهدف الاولاني برضك بالهيد يعني الهدفين اللي بالهيدر دول يعني هم دول اللي اتحطوا ان ده هدف المباراه الاثنين صراحه، ان ولد يطلع ياخد القرار بالهيدر دي حاجه صعبه جدا، حاجه جميله يعني. نخش بقى في الاسئله للكابتن كريم عشان نستفيد من خبراته. كابتن كريم، الفرق بين التدريب داخل مصر وخارج مصر سؤال مهم جدا. واكيد انت سافرت بره وشفت الوضع ماشي ازاي بره في عجالة، عشان احنا لسه حلقتنا طويلة ولسه في معانا خمس ماتشات كمان، فاتفضل يا كابتن. والله هو طبعا التدريب بره مصر مختلف في كل بكل المقاييس، يعني من اول الاتموسفير اللي بتحط فيه اللاعب، من اول السبورت اللي بيلاقيه دايما من المدرب ومن من اولياء الامور، اصلا السبورت بتاعهم نفسيتي ان اطلع ولد يروح التمرين لوحده واعوده ان هو ده وتخليه دافع، ادافع ليه ان انت تكون ولد كويس. ممكن اولياء الامور يروحوا معاهم في سن صغير بس ما بيعملوش اللي بيعملوه عندنا في مصر، وده اللي هنتكلم فيه. عندنا كمان في حاجات تانية، انواع الارضيه الملعب، المدربين بيدوا محاضرات للاعب، محاضرات ذهنيه مهمه جدا من ثلاث اللاعب باختياره. خلينا نقول ان كل مدرب بره ليه 10 عناصر لازم يكون موجود فيهم بنسبه 90% كل نقطه. يعني النهارده اختيار اللاعبين المدربين بره سوري اختيار المدربين ما بيكونش كده، كابتن انا عايز امرن تعالى اقف مع فرقه البرايم، ده زيدان اللي هو واخد 3 تشامبيونز ليج مثلا قبل ما يمسك ريال مدريد فيرست تيم قعد في قطاع الناشئين. ازاي انا كالنهارده كلاعب او كمدرب موجود في منظومه مش مثقف بره بيدرسوا التحكيم للمدربين؟ انا اقول لحضرتك حاجه يا استاذ وائل حصلت معايا بشكل صعب جدا. كنت بتفرج على ماتش مباراه بين فرقه في قطاع الناشئين، مش لحضرتك تعرف الفرق بين التدريب بره وجوه ده هنا ولا بره مصر؟ هنا. دي مدربين كان نازل لسه نازل قرار التجديد اللائحه في التحكيم والحالات اللي نازله جديد، في حالات اللي الجول ما يمسكش من بره طب من جوه ال 18 يسلم ويستلم، ممكن تخش تسلم من جوه ال 18 عادي مفيش مشكله. ده نازل تعديل فابديت المدربين مش موجود عندهم، فالاثنين واقفين على اللاين، فالولد المدرب الاولاني بتاع الفرقه الثانيه اللي نزل استلم جوه ال 18 فسلم. ابدي حضرتك قد ايه المشكله اللي احنا بنعاني منها، يعني الراجل الولد دخل جوه ال 18 استلم، اما نزل الحكم الولد المدرب الثاني نزل تركب على الحكم ازاي يستلم جوه ال 18؟ انت متخيل؟ يعني ده ما عندوش علم ولا حتى حد فهمه، فقال له ازاي عادي ممكن ده قرار جلال، انتوا عايز انتوا مش عارف ايه، انتوا عايزين تكسبوا الفرق
طول معركه جوه الملعب. ليه؟ عشان ما عندوش علم، مش مثقف، مفيش ابديت على طول التحديث. فانا دي نقطه بتاع بره بقى في اوروبا، المدير الفني لقطاع البراعم زي مدرس الابتدائي في قطاع في مدارس اوروبيه يعتبر اهم عنصر موجود في المنظومه. النهارده حضرتك كم مدرب موجود عندنا في السن الصغير يتعدى سنه ال 30 سنه؟ مفيش، كلهم شباب صغيرين 25 20. انا بشوف حاجات غريبه، بشوف مدربين عندهم 18 سنه في المناطق الشعبيه يعني. ايوه داخل بتشوف حضرتك على اللايف. ايوه بشوف، بتشوف مدرب، وده بيخلي ما عندوش الثقافه ان يعرف يتعامل مع كاميرا، كاميرا بتصوره، ما عندوش ثقافه ان يعرف يتعامل مع حكم، ما عندوش ثقافه ان يعرف يتعامل مع اولاد، ما عندوش، لسه صغير بيتحط تحت ستريس بدري. مطلوب منه ايه يا فندم؟ ركز بقى معايا. النهارده المدرب بره مطلوب منه اداء في السن الصغير، البراعم، الولد يعرف البوزيشن بتاعه، ينقل كتير، يطلع باص، يغلط، يتعدد له، جيم، ده مطلوب منه. مطلوب منه اداء الولد في الفتره الصغيره دي، يعرف ينقل كوره، يعرف يشوتنج، يعرف يعمل باس كويس، يعرف يعمل تو باس، يعمل اوفر. هنا مطلوب مننا ايه؟ حضرتك بتشوف بقى في البراعم بقى اكتر مني، حضرتك بتصور كل النتائج وكل الفرق. مطلوب ايه من المدير الفني اللي هو الشاب الصغير اللي واقف على اللاين؟ يكسب. طويل بقى، قصير، لونج باس، تشتيت، جون دخل، مش عارف ايه. هل انا هسال حضرتك سؤال، احنا اتفرجنا على مباراه فاركو وسبورتنج، هل المدير الفني بتاع فاركو، ما اعرفوش على فكره، هل المدير الفني فاركو لو كسب سبورتنج بالطريقه دي هيكون ماشي فرحان؟ لا طبعا، ما اعتقدش. لا، عندنا في مصر هيكون ماشي فرحان، وخدنا 3 بوينت من سبورتنج، وينزل صور كسبنا سبورتنج 3. انا بكلم بصراحه. ليه؟ لانه هو عايز يكسب، عايز يوري الاداره ان هو يكسب. المفروض الاداره تعمل ايه بقى؟ اداره النادي، احنا بنعد فرقه تيم، بنعد منتخب. مش كده المنتخب النهارده ما جاء كروش مسك المنتخب، قال لك في لعيبه في المنتخب ما بتعرفش تعمل باص، اساسيات الكره موجوده مش موجوده عندهم. احنا كسفنا، وفي ناس الاعلام قعدت تهاجمه. لا فعلا، انا بيبان لي ده بقى، انا كراجل بشتغل برايفت كوتش التكنيك، بيبان لي ده في الملعب. يبقى احسن لعيب في سبورتنج، احلى لعيب في اسمه احسن في اسكندريه، بيجي بيتمرن عندي، بيجيب جون بس، اوكي، طلع باص غلط، الله، تيجي تكلم باباه يقول له ده عنده كذا، يقول لك. فاذا المدربين بره في اوروبا بيعلموا الولاد في السن الصغير، عشان كده تلاقي الدوري بتاعهم سنة في البراعم فور فان، الولد راح زي ما حضرتك قلت، راح الولد يتمتع، راح ينقل، راح يحضر، يجرب، بيكسبه، مش هقول لك لا. في مقارنة، سمعت انه عملوا مقارنة بين ابن ميسي وبين ابن كريستيانو. سمعت ما اتفرجتش على الفيديوهات، بيقول لك ده جاب 11 هدف وده جاب 10 اهداف. والمنافسة شرسة ما بين الاولاد دي، ان الدنيا ما فيهاش مشكلة. اصل ده برضو اصل ده منافسة بتتقل مهرجان، بس هو منافسة برضو. اصل هو يكسب، المكسب ده حاجه مهمه جدا طبعا. استاذ وائل، خلينا نقول لحضرتك والساده المشاهدين، كل الملايين بتدفع على الكوره دي، كل الملايين دي عشان الكوره تعدي اللاين الابيض بتاع الجول، كلامي غلط؟ لا صح، بس كده. اذا المكسب للفرقه ده حاجه مهمه جدا جدا جدا، المكسب للفرقه حاجه مهمه جدا. ففرق بين بره وجوه حاجات كتير جدا جدا يا استاذ وائل، كتير جدا. اول حاجه هي الثقافه. طب سؤال، وهنروح بقى المباراه مباراه ثانيه. اللعيبه انواع، بيبان من انواعهم، مراكزهم، ومن تشريح جسمهم تقدر تحدد المركز بتاع اللاعب ده، اللاعب ده هيلعب فين، تشريح الجسماني، ومن شكل اللاعب تقدر تحدد مركزه، وهو لو مش بيجيد اللعب في المركز ده بس انت شايف ان تشريحه ينفع للمركز ده، بتأهله للمركز ده ولا بتخليه يلعب في المكان اللي هو عايزه؟ احسن واجمل سؤال بيتسأل للاعبين في كرة القدم، من اولياء امور والمدربين للعيبة. بيجي المدرب بيدرب الولد في البرايفت، احنا بنتكلم دلوقتي على البرايفت، بيجي المدرب او الولد، سوري اسف، بيجي الولد يروح للمدرب يقول له انا بلعب في المكان الفلاني باك رايت، انا عايز العب باك رايت، انا عايز العب فيرود. طبعا معظم في السن ده عايزين نجيب اجوان، واولياء امور بيفرحوا بده، يبني جاب جون والكلام ده. طب نعرف منين ان الولد ده اصلا سترايكر
ولا في تحديد البوزيشن بتاعه في الملعب عن طريق ايه؟ طيب حضرتك قلت اثرت نقطه مهمه جدا 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 الا وهي التشبيه. في ولد بيبقى قصير بس عنده الملكه ان يلعب سترايكر او يلعب ديفنس، ده ممكن نحرمه من ده؟ لا. نعمل ايه يا استاذ وائل؟ نحط معاه اتنين بوزيشن جديد في التعليم. ازاي؟ ان احنا النهارده يبقى الولد بيلعب اصلا باك رايت، نديله كمان حاجه نص الملعب بوزيشن تاني اضافي، ويديله كمان بوزيشن تاني يلعب هاف ليفت. اذا الولد لما بيروح لاي نادي بيبقى المدير الفني عنده اريحيه ان الولد ده مرن. في السن البراعم كل اللاعبين بتلف في اني بوزيشن، مهم جدا جدا ينفع لكل المراكز ده لازم. طيب ايه اصعب مركز بقى يا استاذ وائل من وجهه نظرك؟ انا بالنسبه لي اصعب مركز للتعليم ده سؤال لحضرتك، فكر كده قول لي مين المدافع اصعب مركز المدافع بالنسبه لي انا؟ لان الغلطه عنده بيتحسب عليه. جميل. لو جينا سالنا الساده المشاهدين ممكن تثار يقول لك لا الباك رايت عشان ابدا بيلعب باك رايت فواحد على واحد طول الوقت في سبرنتات ويرجع يغطي، او الهاف رايت او الرايت وينج او الليفت وينج، كل ده عندهم فيه مشاكل. انا بقى بقول لك اصعب مركز انا بيجي لي يقول لي كابتن انا عايز العب كذا هو الاسترايكر. ليه يا استاذ وائل؟ ليه؟ اولا كل اللاعبين داخل الملعب وشهم في الجول الا هو 90% من تحركاته ظهر للجول. كلامي غلط؟ لا صح. عشان يظبط المسافه بتاعه المرمى بابعاد الملعب ان المفروض ان هو هيلف ياخد مكان يلف يجيب جول يستلم العالي يكون محطه، مطلوب منه حاجات كتير قوي وهو مش شايف الجول. فلما بيجي لي ولد النهارده يقول لي كابتن انا عايز العب سترايكر، بقول له لا ده اصعب بوزيشن. عشان كده في التعليم انا بقول الكلام ده، الحلقه اللي احنا بنتكلم عليها دي كتير جدا هيبص للكلام بشكل هيتنمق قوي في الكلام ده فعلا. هات لي كده فرود بص طول الوقت كده للجول، استحاله. طب هيسلم ازاي؟ هيسلم ازاي؟ هيتحرك ازاي؟ يخطف لعيب ازاي؟ تحركاته كل ده. حتى اقول لحضرتك اكتر لعيب بيتحرك جوه الملعب جوه الملعب هو السترايكر على فكره. كل اللي انت شايفهم دول بيحضروا لعب بينقلوا كتير، بس ممكن يتحرك خطوتين لقدام خطوتين لورا يقطع يبوظ كوره زي ما حد هاف ديفندر بتاع كده. انما الفرود يخلع مساحه بينزل تحت صح، يطلع على كوره يعمل محطه يستلم كرته يدوس عليها يعمل دوران يغير الملعب يروح مكان الهوف يعمل يربط معاه. لا 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 حاجه صعبه جدا. اذا تحديد المراكز في السن الصغير، السؤال بتاع حضرتك ان لازم في السن الصغير الولد يكون اني بوزيشن. انا بقى من خلال تدريبي الولد خلاص الاستلام والتسليم المهارات الاساسيه بتاعته استلام وتسليم وشوتنج والهيدر والجري بالكره دريبلنج الفنتات كل ده موجود عنده. انا بقدر بقى كمدير فني اختار اللعيب ده يتحط.